نطلع انا وانت على سابع سما. حلو الحمد لله. مين نشوف مين رح يكون بانتظارنا؟ يلا بينا نشوف. حبيبي طبعا الله يرحمه طبعا الله يرحمه ويحسن اليه. دي سابع سما. دي سابع سما فعلا، يعني اتمنى ان هو يكون في مكان احسن، واتمنى ان هو يكون يعني ربنا يجمعني بيه في الجنه، لانه كان شخص استثنائي حقيقي. يعني كان محمد حسن رمزي كل من يعني مش بس عرفه بشكل شخصي، لا شافه مره سلم عليه في حته، سيرته الطيبه والعطره احنا عايشين بيها لغايه النهارده، اسمه اللي شرفنا واحنا يعني تشرفنا ان احنا بنحمل اسم محمد حسن رمزي احنا كاولاده، يعني شيء مش عارف اقول عنه ايه، لان هو اثر في حياتي بشكل كبير جدا، رغم ان هو كان منفصل عن والدتي واحنا عشنا بعيد عنه، ولكن تاثيره لحد النهارده قوي بقوه شديده جدا جدا. يعني ايه الحاجات اللي ندمان عليها اللي قلت لو بيرجع فيه الزمن لورا كنت عملتها مع باباي؟ يعني ان انا ما كنتش، يعني كنت اديت له وقت اكتر، كنت قعدت معاه فتره اكتر، كنت اتعلمت منه اكتر، كنت عاصرته عشت معاه، و يعني زي ما قلت لك هو مات صغير، يعني هو مات 60 سنه وانا كان عندي ساعتها 33، فما اقدرش اقول ان انا لحقت اشبع منه يعني. فهماني؟ هو كان كمان اب زي ما قلت لك اب استثنائي، وكان معروف عنه ان هو بيحب ولاده حب اكتر من اي اب، يعني اي اب بيحب ولاده طبعا، بس محمد حسن رمزي كان بيعشق يعني ولاده، دول هم اهم حاجه، وانا البكري بتاعه، فبالنسبه لي في علاقه خاصه بيني وبينه كده. مش ندمان الا على الوقت اللي انا يمكن ما كنتش معاه فيه، نتيجه شغل، نتيجه هو شغله، الحياه كانت، انما انا لو انا رجع بيا الزمن ما سابوش ثانية، يعني أفضل جنبه وحواليه وبسمعه وبنصح كل الناس اللي لسه بتتمتع بوجود أمهم وأبوهم معاهم ما تضيعوش ثانية، هتندموا. الشريف إيه اللي كان يضايقه لوالدك فيك؟ كانت يعني نصايحه دايما، إيه أكتر حاجة كانت تزعجه؟ والله أنا عمري ما حسيت إن هو متضايق مني في حاجة، يعني من ساعة ما اتولدت يعني حاولت على قد ما أقدر أبقى شخص ما ضايقوش، وأي مثلا عيب عندي ما أظهرهولوش. ما اعتقدش ان هو عمره في يوم زعل مني او اتخانقنا، يعني احنا عمرنا ما اتخانقنا، عمرنا ما قفشنا على بعض، او هو قفش عليا او زعل مني او وبخني في حاجه، او شايف ان انا ممكن بينصح كتير، ممكن ساعات انا ما اخدش نصيحه. ايه اكتر نصيحه كان يقول لك؟ اتقي الله. انا والدي اول بنت صاحبتها في حياتي، جيت بقول له انا صاحبته مش عارف ايه وبتاع، فانا المفروض اي اب هيسال شكلها ايه؟ عامله ازاي؟ قال لي بتتقي الله. وانا كنت طفل ساعتها صغير جدا، فقلت له ما اعرفش بتتقي الله ولا لا، يعني مش عارف يعني. فهو كان مهم قوي عنده فكره التقاء الله دي. وعمل حاجه غريبه جدا لما توفى، لقينا كان هو معاه مايك كده دايما بيسجل عليه شغله وحاجاته زي ريمايندر كده او فويس ريكوردر كده، فلما توفى انا كنت حاسس ان الفويس ريكوردر ده فيه حاجه مهمه، لان كنت بشوفه دايما بيسجل حاجات كده ومش عايزنا نسمعها وبتاع، فجبت الفويس ريكوردر ده وحطيته في الكمبيوتر وسمعت البتاع واتخضيت واشعرت، لان هو لقيته سايب لنا رسائل بيقول لنا فيها يا ولادي لو بتسمعوا البتاع ده دلوقتي يبقى انا اكيد مش هبقى معاكم وهكون توفيت. زي بالافلام، زي الافلام عمل ده فعلا. وانا ساعتها انا كنت قاعد لوحدي في الاوضه، الكلام ده بعد الوفاه بسنه او حاجه، وقلت اسمع بقى، لا اتشديت، يعني حسيت ان هو بيكلمني من عالم اخر، يعني بيكلمنا ونصايح بقى كتير جدا، وما خلوا بالكم من فلان واعملوا مش عارف ايه واعملوا كذا في ايه واتقوا الله فين، وكل يعني وصلوا وصوموا واعملوا وسووا وقربوا من ربنا واوعوا تزعلوا حد، كل النصايح اللي كان بينصحنا بيها كاب على مدار حياته هو لخصها في فويس نوتس كده وسابها لنا على البتاع ده. ممكن وعمره ما قال لنا ان انا سايب لكم حاجات على البتاع ده، يعني احنا سمعناها بالصدفه، فممكن ما نسمعش ده اصلا وما نسمعش الحاجات دي، بس ربنا الوسط كان غدار بالنسبه لكم شريف، يعني كانت الدنيا دنيا بوجود والدك، ولما رحل في كتير ناس غيبوا، في كتير ناس ما سالوا، ده بيحصل دايما في كتير يعني اشخاص ما عادوا اهتموا، اتفاجئتوا فيهم، صدمتوا فيهم، في طبعا يعني الـ مش هقدر اقول غدار، لان ده بيحصل في كل حته، يعني اي شخص حتى لو مش فنان، حتى لو مش وسط فني، في اي وسط في الدنيا، واحد شغال كذا وابوه كان شغال بكذا، يحصل انه يتوفى الـ بتشوف الناس الحقيقيه. يعني في مقوله بتقول لك ان انت مش عارف بتعرف مين القريب ومين اللي بتقف في الشده، يعني مين اصدقائك اللي بجد واللي واقفين معاك بجد. يعني هو مثلا نصحنا كتير جدا، قال لك ايه فلان ده حبيب مش عارف ايه، ولو انا حصل لي حاجه ده هيبقى ابوكوا التاني. ما حصلش، ما حصلش. وناس ثانيه
كان منافسين او يعني مش عايز اقول اعداء ما كانش له اعداء بس يعني منافسين بشده وكنا نتخيل ان هم اكيد دول كانوا اقوى ناس معاكم وفي العكس يعني في ان هم ناس كانوا قريبين منه فضلوا مكملين قريبين شركاء اصدقاء بتاع فضلوا زي ما هم ويعني ابهاتنا التانيين يعني بس انا قصدي ان طبيعي انك انت ده يحصل انا ما تهزتش خالص من ده ان انا فجاه اشوف الناس في يوم وليله ده يعني زي ما قلت زي ما ناس انا شفتها على حقيقتها ناس تانية كنت متوقع ان هي مش هتبقى معانا خالص لا وقفت معانا فده عادل ده عامل نوع من بالانس عامل بالانس لو اليوم بدك توجه له كلمه بسابع سما وتقول له حاجه نختم فيها البرنامج تقول له ايه لباباك اقول له يعني اشكرك على كل حاجه عملتها معانا واشكرك على اي حاجه قدمتها لنا في وجودك وفي عدم وجودك لان احنا في عدم وجودك بنتمتع بحاجات كتير جدا منها سيرتك الطيبه واسمك اللي اول ما بنقوله لحد بيقول شعر فيه دي حاجه على كتافنا وسام على صدرنا جدا 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 يعني يمكن الحياه خدتني كتير جدا والولاد والشغل والحاجات ولكن لا طبعا وحشني اكتر شخصيه في حياتي وحشتني يعني الله يرحمه الله يرحمه